الرئاسي يستعد لصرف 9 مليارات دينار. شكشك ينفي تناول مقترح الاقتراض من البنك الدولي في اجتماع لندن، ويؤكد أن الاجتماع لمعالجة أزمة الثقة بين المؤسسات الوطنية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية من قناة ليبيا بانوراما. بدأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد اجتماعاته لإعداد ميزانية الدولة لما تبقى من العام الجاري 2016، بعد أن وافق المصرف المركزي على منحه قرابة 9 مليارات دينار من الاحتياطي أو من احتياط النقد للمصرف. وأوضح ديوان المحاسبة أن 5 مليارات دينار من المبلغ ستخصص لمرتبات قطاعات الدولة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، و500 مليون للسفارات والطلبة في الخارج، بالإضافة إلى تغطية اعتمادات شركة الكهرباء. نفى مدير ديوان المحاسبة خالد شكشك في لقاء تلفزيوني أن يكون اجتماع لندن تناول مسألة إنشاء مجلس أعلى للإنفاق، أو أن المجتمعين بحثوا مقترح اقتراض ليبيا من البنك الدولي أو رفع الدعم أو تغيير صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. المعلومات الخاطئة اللي لم تكن موجودة أصلا، مثلا على سبيل المثال تشكيل مجلس أعلى للإنفاق، هذا لم يتم تداوله على الإطلاق ولم يتم مناقشته ولم نسمع به إلا من خلال وسائل الإعلام. أيضا طبعا طرحت بعض المواضيع الأخرى في وسائل الإعلام حول اقتراض ليبيا أو إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أو أن ليبيا يعني سوف تتجه إلى رفع الدعم أو تغيير سعر الصرف. هذه كلها يعني معلومات بصراحة يعني هي في جزء. هل ناقشتم هذه يعني خاصة رفع الدعم وسعر الصرف؟ نعم، لما نتكلم على الوضع المالي للدولة لابد من تطرق لمجموعة من الأشياء، مثل رفع الدعم، مثل هل سعر الصرف حيكون حل ما يكونش حل، لكن لم يكن هو موضوع النقاش. يعني هنا ناقشنا الوضع المالي للدولة، الوضع الاقتصادي، مشاكل تمر بها الدولة، شنو المعالجات اللي ممكن أخذها يعني يمكن اتخاذها. وأكد شكشك على أن الهدف من وراء اجتماع لندن هو تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ومعالجة أزمة الثقة بين المؤسسات الوطنية، وأن اللقاء كان بإدارة ليبية خالصة، وأن دور المجتمع الغربي كان منحصرا في الدور الاستشاري. نفسه كان هو دور استشاري، حتى الجلسة كانت تدار الحقيقة يعني، وهذه الأمانة يعني كانت تدار من خلال الأطراف الليبية، لكن كان دورها استشاري تقديم العون. وأعتقد أن الهدف الأساسي من الاجتماع لم يكن حتى استشاري، هو كان للتنسيق ولتقريب وجهات النظر بين الليبيين. للأسف يعني احنا فترة طويلة لم نجتمع على هذا المستوى داخل طرابلس أو في ليبيا بشكل عام، نتيجة طبعا خلينا نقوله يعني في أزمة ثقة بين المؤسسات. للأسف هي موجودة حاليا، نحتاج إلى ترميمها، نحتاج إلى معالجات داخلية. قد يكون هذا الاجتماع يعني هو نقطة للانطلاقة جديدة يتم من خلالها طبعا بناء الثقة بين هذه المؤسسات، توحيد وجهات النظر، الابتعاد عن الشخصنة، العمل بمهنية. وأرجع شكشك سبب غلاء الأسعار في البلاد إلى حكومة الوفاق وانشغالها بحل الخلافات السياسية، وأضاف أن المجلس الرئاسي والحكومة لم يعطيا رؤية واضحة لحل هذه المشاكل التي يعانيها المواطن، موضحا أن سوء تنسيق الرئاسي والحكومة مع مصرف ليبيا المركزي زاد من تفاقم أزمة الغلاء في البلاد. متعلقة جزء كبير من شغلها ووقتها هو متعلق بالشأن اللي هو يعالج مستوى يعالج مشاكل الوطن بشكل عام، اللي هي فيما يتعلق بالخلافات السياسية، فيما يتعلق بالعلاقات مع المجتمع الدولي والبرامج المتعلقة بالمؤسسات الدولية. لكن المشاكل اللي يعاني منها المواطن اللي هي المتعلق بزي ارتفاع الاسعار، مشكله السيوله، مشكله الكهرباء، هذه كلها ما زال الحكومه يعني ما قدمتش فيها شغل كافي، او خلينا نقول ما فيش حتى يعني رؤيه واضحه لحلحلة هذه المشاكل. لو في موازنه مكتمله بمواردها بعجزها معالجه عجزها ما كانش تحدث هذه يعني ما كانتش تحدث هذه المشاكل وهذا التصادم بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.
قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء فرج شعيبة إن مشروع افتتاح وحدة غاز بمحطة الخمس البخارية يتكون من وحدتين غازيتين تنتجان ما يقارب 500 ميجاوات بتنفيذ من الشركة التركية جاليك. وأوضح شعيبة أن المشروع نفذ بشكل استعجالي بهدف تنفيذه لإمداد الشبكة العامة بالطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن إدخال الوحدات للشبكة سيتم بعد انتهاء التجارب التشغيلية الخاصة بتشغيل الوحدة الثانية وتعقبها الوحدة الأولى بعد فترة زمنية قصيرة. حملت ناقلة نفطية للاثنين نحو 600 ألف برميل من النفط الخام من حقل البور البحري حسب الصفحة الرسمية لشركة مليتا على فيسبوك. وأضافت الصفحة أو صفحة الشركة أن الناقلة التي تحمل العلم الصيني ستتجه إلى ميناء جنوى الإيطالي لتفريغ شحنتها. إلى طبرق، حيث أعلن المصرف التجاري الوطني فرع طبرق عن تفعيل خدمة نقاط البيع. وبيّن المصرف عبر منشوره بصفحته الرسمية للزبائن أن من لديه بطاقة سحب ذاتي قديمة عليه التوجه إلى المصرف لاستلام بطاقة جديدة. أما الزبائن الذين لا يملكون بطاقة فقد أوضح المصرف أنه سيستلم الطلبات الخاصة بها بمجرد الانتهاء من تسليم البطاقات الموجودة حاليا في المصرف. تم ببلدية سبيع الأحد افتتاح فرع لمصرف شمال إفريقيا بحضور عميد البلدية وأعضاء بالمجلس البلدي ووكيل الديوان بالبلدية وبعض أهالي المنطقة. وأفاد مدير المصرف نجم الدين سويدان بأن خدمات هذا الفرع تقدم إلى أهالي منطقة سبيع والمناطق المجاورة من بين أصحاب الحسابات. قال عضو المجلس البلدي ولجنة متابعة أزمة السيولة في سبها إبراهيم محرز، قال إن المصرف المركزي في طرابلس خصص 40 مليون دينار لفرع المركزي في مدينة سبها من الشحنة الأخيرة التي وصلت من بريطانيا البالغ قيمتها 400 مليون دينار. وتوقع محرز في تصريح صحفي أن تشهد أزمة نقص السيولة في المدينة انفراجا خلال الأيام المقبلة. تنتج مستودعات شركة البريغا لتسويق النفط أكثر من 20 ألف أسطوانة غاز من غاز الطهو يوميا. هذا الإنتاج يكفي حاجة المواطن، لكن مفتعلي الأزمات من تجار السوق السوداء تسببوا في نقصها وارتفاع أسعارها، إلا أن محاولات بعض أصحاب نقاط البيع من المواطنين ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين بدور كبير. تقرير زياد الحجاجي. من داخل مستودعات شركة البريغا لتسويق النفط يتم إنتاج أكثر من 20 ألف أسطوانة غاز طهو يومياً، بالإضافة إلى أكثر من 5000 أسطوانة أخرى يتم إنتاجها في مستودعات الهامي، ومن ثم يتم توزيعها على نقاط البيع داخل العاصمة طرابلس وباقي المدن في ليبيا. رغم هذا الإنتاج الكبير، إلا أن بعض السماسرة حسب العاملين ممن يفتعلون الأزمات يستغلون المنتج بطريقة أو بأخرى ليصبح أثراً بعد عين وليتجاوز سعره 20 دينارا. لازم توفروا حق مزبوط، لكن المشكلة في الموزين اللي يبيعوا لجماعة الجملة، وجماعة الجملة هذو ما شاء الله ياخذوا يبيعوا فيها بسعر غالي، معناتها بتصل إلى 25-30 دينار في الاسطوانة. لذلك قمنا بتتبع شاحنة النقل هذه المتجهة إلى إحدى نقاط البيع بمنطقة سيدي سليم التابعة للمواطن صلاح، فنجد الطوابير من أصحاب الأسر في الانتظار لثقتهم بصاحب المستودع، فهو يؤثر على نفسه فيرضى بالبيع الشرعي يرضي ربه ويرضي ضميره.
فثمن الإسطوانة فقط ديناراً. هذا واجب وطني لكل مواطن ليبي، ويجب توصيل رسالة لكل من عندهم مستودع غاز يوصل الاسطوانة غاز هذه للمواطن لكي يرغب بها في معيشته، وهذا شيء وطني يجب علينا فعل الشيء هذا. لسان حال المواطنين يعبر عن استيائهم من الوقوف في الطوابير من الصباح الباكر، ويناشدون المستغلون بأن يحدوا حدو صاحب هذا المستودع في آلية البيع والمصداقية. الشركات الخاصة يأخذوا نفس الفكرة زي ما يشتغلوا الشباب هادو، لكن بالنسبة للي يقوم باستفادة الحاجة أنه هو يكون ليه مردود لأسرته، فبنقول لنا انتهاز الفرص في أزمة في بلادنا توا في وضعها تعتبر في أزمة حرب وأزمة ظروف صعبة في ليبيا، اللي يستغل الظرف هداي هو يعني خديه قوت الناس. أزمات تواجه الجهات المسؤولة بالبلاد لتوفير الحلول الجذرية للمتاجرين بقوت الشعب والذين يلعبون أدوار البطولة في ملاعب السوق السوداء، فهل من سبيل لهذه المواجهة؟ زياد الحجاجي، بانوراما، طرابلس. ارتفع سعر الدولار أكثر من 1% الاثنين بعد أن نالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون دعما في اللحظة الأخيرة قبيل الاقتراع، بفضل أنباء أفادت بأنها لن تواجه اتهامات جنائية بسبب استخدامها خادما خاصا للرسائل الإلكترونية. ختام اقتصادية، وهذا تذكير بالعناوين. الرئاسي يستعد لصرف 9 مليارات دينار. شكشك ينفي تناول مقترح الاقتراض من البنك الدولي في اجتماع لندن، ويؤكد أن الاجتماع لمعالجة أزمة الثقة بين المؤسسات الوطنية. لمتابعة آخر أخبارنا يمكنكم المتابعة أو متابعة صفحتنا على فيسبوك ليبيا بانوراما. أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.